انت وراك ايه؟ انا مريش حاجه بالعكس. هايدي عارفه انك انت هنا على الهوا. فما فيش مشاكل. على الهوا مسجل يعني كله مسجل. لا والله عايز اقول لك على حاجه والله من قلبي. لا انا ربنا كرمني بالزوجه دي صراحة. أكيد ربنا كرمك، بس مقولة أينشتاين الراجل بيتجوز الست على أمل إنها ما تتغيرش، بتبقى يا حبيبي ويا روحي يا قلبي مدلعاك وعامله لك كل اللي نفسك فيه. هي كده إلى الآن. إلى الآن؟ هي كده إلى الآن. طب والله دي تعمل لها تمثال. مش بقول لك العيب فيا. المشكلة فيا أنا. دي عظيمة إنها استحملتني. بمناسبة الغيرة، كان في معجبة من حبها فيك هددتك بالقتل. فاكر الحادثة دي؟ فاكرها كويس جدا. احكيها لي. مفيش، كانت معجبة بجنون، وبعدين جوابات تهديد بالقتل. ماشي، احنا متعودين على الكلام ده، مش عارف لحد ما ابتدت تبعت لوالدتي جوابات بقى فيها سكاكين، فيها حاجات، فانا مثلا انا عارف انتوا فين، انتوا نازلين منين، مش عارف ايه، وربنا يعني يشفيها، تم القبض عليها. اللي لفت نظري انك انت اهتميت جدا انك تنزل تشوف البنت، يعني عملت بلاغ، مسكوا البنت، لا انا عايزه اشوفها، رحت قابلتها في الاسم. كنت شاكك في حد تاني بيهددك بالقتل، جاي عايز تثبت حالة؟ عايز اسأل سؤال. اللي هو انت معيشة الأسرة بالكامل بقالها 6 شهور في روشة، ليه؟ قولي المسجات كان بتكتب فيها ايه؟ بكتب ان هقتله ما لو اتجوز كذا، هعمل كذا في الفرح، انا عارفة بيروح فين، بيصور في استوديو فين، وادي سكاكين وادي حاسيك. مش فكرة الخوف من البتاع، العمر واحد والرب واحد. بس لفت نظري، يعني مش معجبة طبيعية، حب مرضي. حب مرضي. انا فاكر الاجابة اللي هي قالتها، لقيت لي ما ينفعش تتجوز لما تاخد موافقتي. ففلقت بقى. الف شكرا يا رجالة. يعني عايشة حب مع نفسها. ربنا يشفيها. سمحتها وتنزلت ولا قضيتها؟ سمحتها. حصل. لو ترجع تشوفها تاني تفتكرها؟ لا. مين المسؤول عن نكد الزوجي، انت ولا هايدي؟ والله بصي، هي الزوجة المصرية، أنا قلت الكلام ده في ولاد العم بصراحة، وزي أي زوجة مصرية أصيلة. لا هايدي مش نكدية، وأنا ما بقول لك إيه، ما تكمل الجملة، أنا لازم أروح وآجي، أنتوا قاعدين هنا أنا مروح، أنتوا مش تروحوا معايا. طيب. لا والله العظيم بتكلم من قلبي، لا هايدي مش نكدية بالعكس، لا وأنا ما أعرفش أعيش مع ست نكدية على فكرة. هو الراجل مش نكدي؟ أنت مش نكدي؟ لا أنا مش نكدي خالص، بس ممكن أبقى مودي يعني. ممكن رغم إن أنا بحب الحياة وبحب الضحك وبحب لكن مش طول الوقت يعني، بتبقي مهمومة وعندك مسؤولياتك، عندك شغلك، عندك دماغك شغالة. لكن لا أنا ما بحبش البيت النكد أصلا، النكد يا ما أقدرش. هايدي ما بتشتغلش؟ عندها مشروع بتعمله ليها ملابس أطفال مش عامل لها دعاية هنا. لا أعمل لها. طبعا مشروع عجبني جدا جدا، صغير مع صحابها، اسمه ناش. لملابس الأطفال وملابس الستات. الجواز تكتيفة في إيه؟ روح يا كريم. اعتقد كده حلو قوي كده، يا رضا لهنا كفايه بقى كده، ده الصمت جاوب. مش كده؟ مش تكتيفه طبعا، الجواز مش تكتيفه، الجواز استقرار. بس مع الفنان هو لازم تبقى الست بتتعامل معاه بمنتهى الذكاء، اللي هو انا موجوده ومش موجوده، مش علشان هو يروح يعمل حاجه خالص، علشان الفن محتاج حريه. انت بكره محامي، بعد بكره ضابط، بعد بعمل مهندس، بعمل. ففكرة التقليد، التأييد والشكل الروتيني في الجواز، أعتقد وجهة نظري أنا ما أقدرش أعيشه. يعني قولي أنت عايش إزاي؟ أنا بحب البيت جداً. بصحى الصبح عندي مكتبي، بيجي لي أصحابي، يا بنزل الجيم أتمرن، يا بصور. مؤخراً خروجاتي قلت جداً بقى، يا عند أصحابي في البيت، يا أصحابي عندنا في البيت. بتعزل نفسك في البيت، بتدخل مكتبك تقفل على نفسك؟ أوقات كتيرة طبعاً، أوقات كتير، مش ال 24 ساعة. يعني أنت عايز تقول إنك أنت كفنان محتاج مساحة من زوجة واعية طبعاً، تبقى فاهمة إنك عايز تقعد لوحدك. طبعاً. بالظبط بالظبط. وأي فنان في العالم هو مش محتاج أكتر من مساحة. مساحة يقول جملة، يفكر في حاجة. أي بني آدم في العالم محتاج مساحة. والله يا عندك. أي أنا آسف، أي راجل محتاج مساحة. أي راجل، أي ست. وست. شفتي ال يحيى الهلال مع الصليب. لا مفيش هزار. اي راجل، والله الستات اكتر مننا، انا عمال اقطع، كان اسف، انتوا اللي محتاجين سبيس ومساحه اكتر مننا. بالظبط كده. ده الواحد بيبقى مخنوق عايز جوزه يديله مساحه، زي ما برضو الراجل بيبقى محتاج مراته تديله مساحه. طبعا. روح يا كريم. انا هروح حفل، انا همشي. هايدي بتثق فيك؟ جدا. بتخاف منها ولا بتحترمها؟ بحترمها جدا. بتخاف منها يعني؟ بحترمها جدا. بتخاف منها يعني؟ استاذه وفاء، بحترمها جدا.
الراجل اللي مقطع السمكة وديلها بيعمل إيه علشان يخلي الست تثق فيه؟ إيه الضمانات؟ يبقى مسطرة. إيه هي المسطرة؟ إن أماكنك فين، مواعيدك فين، حاجة حصلت خصوصاً لو هي مش موجودة. يعني أنا شايف إن أكبر شيء للست بيخليها تكسب ثقة جوزها عدم وجودها وتصرف إزاي، أو إنه يبقى بيحكي، أو إنه يبقى بيقول، أو إنه يبقى بيشاركها. لو اتعاكست بتروح تقول لها أنا اتعاكست؟ لا ما معايا، ما هذا جنب في العربية. آه وزعل رأي جملتك، ربنا معانا وربنا معانا ربنا معانا إحنا الاتنين. أي بيت فيه مشاكل طبعاً، أي بيت طبعاً، و15 سنة جواز، فأكيد أكيد زي أي بني أدمين طبيعيين أب وداون. صح. مين اللي قادر يمسك الدفة أكتر؟ مين ميزان البيت، أنت ولا هايدي؟ هايدي. شفتي صراحة أكتر من كده؟ ما شفتش. والنبي شفتي صراحة أكتر من كده؟ ده أنت يعني بجد. سلام روح. لازم أشتري أرض هناك يا بيه. أيوة طبعاً اشتريتها، لأن النهاردة اطمن اشتريتها، يعني تقعدها جنبك وانت بتشوف الحلقة كده وانت رفع راسك بس ودعاية وكل حاجة. علي وملك ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليك. مدلعهم ولا مبوظهم؟ لا مش مبوظهم، بس هايدي هي اللي جامدة وأنا أب يعني بوافق كتير، لأنه قعدي في البيت قليل. قعدك في البيت قليل، ولسه كنت من شويه بتقول لي بقيت قاعد في البيت وبيتوتي. لا بيت انت لو... قاعد في البيت ولا قاعد بره البيت؟ قاعد في البيت، بس ممكن ابقى واخد لي كورنر كده. لكن بحكم ان احنا مش متابعين قوي كمذاكره وصحاب واعياد فبوافق. مين اتدلع اكتر، انت ولا هما؟ لا هما طبعا. مين كلمته لازم تمشي عليك، علي ولا ملك؟ الاثنين. الاثنين. احساس الابوه غير ايه في شخصيتك؟ لا غير كتير جدا، لا غير خوفي على نفسي انا حتى كراجل. يعني انا قبل ما اخلف في الاخر انا مسؤول عن نفسي، النهارده انت ما بقيتيش ملك نفسك ولا بقت حاجتك ملكك، دي حاجه ناس. بتعوضهم عن ايه انحرمت منه وانت صغير؟ بعوضهم عن فكره البيت اللي فيه الاب والام، اللي هي ازمه الطفوله كانت عندي، ان الاب والام مع بعض، البيت المستقر، إن الأب والأم حاجة واحدة، مفيش حاجة اسمها أصل ماما قالت أو بابا قال، مفيش، أنا والأم حاجة واحدة، وجهين لعملة واحدة. ملك عندها 14 سنة، يعني كبرت وبقت عروسة وأكيد ابتدت تحب. مين؟ ملك. لا ما لسه ما ابتدتش. لا 14 سنة مش كبيرة. في المدرسة إيه؟ مش في مدرسة أجنبية وولاد وبنات، يعني بيبقى في إعجاب يا كريم. أيوه في، بس أنا بقول لها 14 دبد، يعني بعد ال 64 الموضوع بيختلف. ولسه 71 سنه مش لازم اقعدي في المدرسه. أيوة. بس خليكي كده. بس على ما تكبري اقعدي كده، خليكي زي ما انت. هيحصل فيك ايه لما تيجي ملك تقول لك بابا انا بحب، او بلاش هي اللي تقول لك، لما تكتشف ان هي بتحب، بص ابتديت ازاي، عقدت الحاجبين ازاي؟ الفكره نفسها مرفوضه. اصل الولاد بيكبروا فجاه وبسرعه، فكره البنت عند الاب لا غير الولد خالص. يعني انا اول حاجه هعملها لو يعني لو ربنا يا رب حاجه لنا بيجعل حياتهم ورزقهم احسن مننا، امين، اول حاجه هتحصل لي لما اشوف حد جاي يتقدم هصاحبه واخده ونخرج. يا سيدي يتقدم هتصاحبه وتاخده. أيوه. وتقعده على حجرك ويبقى زي ابنك. بس أيوه. تعالى قول لي بقى، لما هي سنه الحياه، لما البنت تحب هيحصل في كريم ايه؟